معانا واحد من نجوم الكبار كحارس مرمى وانتقل للعديد والعديد من الأندية، والآن مدير فني لمنتخبنا الوطني للناشئين، النجم الكبير كابتن أحمد فوزي. كابتن أحمد أهلا بيك. حبيبي يا محمد، ازيك حبيبي؟ عامل ايه؟ ازيك؟ صحتك؟ اخبارك يا محمد؟ الف مبروك النادي الاهلي، الف مبروك الشناوي، الف الله يبارك فيك، الله يعينك يعني ويكرمك. المحبين والمتابعين لحراس المرمى، وانت واحد من اساطير حراس المرمى. لا طبعا، الف الف مبروك للشناوي على التألق الكبير، وده ده يعني ده المتوقع من الشناوي. زي ما بيبقى في اكس جي توقعات للاهداف، اعتقد ان في اكس جي لحراسه المرمى، واعتقد ان الشناوي من الناس اللي دايما في المواعيد الكبيره بتظهر كبيره، وبتظهر قوتها وثباتها الانفعالي القوي، وقدرتها على تغيير المباريات في اصعب الاوقات. انا امبارح كنت بحلل المباراه طبعا في قناه، فقلت ان في ثلاث تصديات، ثلاث نقاط تحول في المباراه. في الدقيقه 49 ثانيه تحديدا الكره اللي رجعت لرومارينيو من كانتي وشاطها، والشناوي طلع قفل عليه وضلم له الجون كله، والكره جت في صدره. بعديها نقطه تحول كبيره بضربه الجزاء اللي شالها من بنزيما، من بنزيما. والثالث واحده الانفراد اللي الكره جت في رجليه وجت في العارضه ورجعت له. الثلاث كور دول لو دخلوا، خاصه الكره بتاعت الدقيقه 10 دي لو دخلت، هتخلي النادي الاهلي تحت ضغط في اول 10 دقائق، وتحت ضغط الجماهير والملعب والاجواء اللي ما كانت قبل المباراه، ممكن تخرج بعض اللعيبه عن شعورها، ممكن اللعيبه ما تبقاش مركزه. فالشناوي حافظ على حظوظ النادي الاهلي بالثلاث تصديات دول، واعتقد ان بعد التصدي الثاني الهدف الثاني على طول بتاع حسين بعد التصدي الثالث الهدف الثاني على طول جه لحسين الشحات، ثم الثالث، ثم خلاص بقى الاهلي ركب الجيم، وبقت المباراه بالنسبه لنا سهله، وممكن نكسب 4-5 بالمرتدات. ولكن الحمد لله اداء ولا اروع من مستر كولر الاول، وتحيه كبيره لوجود كوكا ومروان جنب بعض وعدم وجود ديانج. تحيه كبيره طبعا للشناوي، اللي انا زي ما بقول، انا قلت امبارح ان هو يستحق، هو نجم المباراه من وجهه نظري، مع احترامي لمروان، مع احترامي الكهرباء، مع احترامي الكوكا، كل الناس دي ادت ما عليها وزياده، ولكن انا شايف ان الشناوي بتصدياته كان يستحق نجم المباراه. كابتن احمد، يعني الدوافع دايما، الحراس اصحاب الخبرات التراكميه، اصحاب يعني التاريخ الكبير زي محمد الشناوي، يعني بيجي له امتى التالق ده والاحساس ان هو تحت ضغط وتحت مسؤوليه ولازم يبقى يكون عند الحدث؟ من البطوله مثلا واهميتها، من وجود الجماهير، من موقف النادي الاهلي في الفترات اللي فاتت، يعني كان في بعض النقد لبعض اداء لاعبي النادي الاهلي ومنهم الشناوي. شايف الامور دي كلها امتى الحارس بيستلهم ال نقدر اقول ايه، عايز اقول ايه، يعني عايز اوصلها ازاي، التالق ده، التركيز ده؟ طيب خلينا نرجع لنقطة يعني سلبية عندنا. في فرق كبير جدا جدا بين النقد، وفرق كبير جدا بين الهدم. احنا في بعض الأحيان بنهدم ما بننقدش، والشناوي لأنه عاقل ومتزن ورزين بيفهم كويس قوي النقد من الهدم، ويفهم كويس جدا الإشادة من التبختر. في فرق كبير، في شعرة كبيرة، وده يرجع لشخصيته الهادية واتزانه العقلي. لو شفت التصريحين للشناوي، واحد هو بيلعب الوداد في المغرب في الاعاده بتاعه نهائي ماتش العوده بتاع نهائي السنه اللي فاتت بتاع افريقيا، لما الناس كلمته عن الماتش وصعوبته وقال لهم يا جماعه دي مش حرب، احنا جايين نلعب كوره، الماتش سهل وبسيط، والوداد لو هي ليها حظوظ فاحنا لينا حظوظ احنا كمان. ده يوريك ان هو بيعرف يرد وبيعرف يتكلم. بعد المباراه امبارح قبل المباراة قال برضه نفس الكلام، احنا جايين نلعب جيم، وما دخلوش الامور في اكتر من نصابها، وحد من الصحفيين اتكلم، فاحنا مش عايزين نركز مع الصحفيين، احنا مركزين في ملعبنا. عامل اضافي غير الاتزان العقلي اللي عند الشناوي، ما فيش حارس في المرمى في العالم ما بيغلطش، لما بيغلط بيصحح اوضاعه. الشناوي من الحراس دي اللي لازم لما تغلط بتصحح اوضاعها بسرعه جدا جدا، وفي المواعيد الكبيره بيبقى تركيزه عالي جدا جدا، سواء مع منتخب مصر لانه من احد الناس الداعمه لمنتخب مصر باي حال من الاحوال. ولو اتفرجت على الفترات الاخيره يمكن في ماتش سيراليون كان هو نجم المباراه الاوحد برضه لو نفتكر مع بعض، مع اننا كسبنا الجيم، ولكن الشناوي لولا تصدياته ما كناش كسبنا الجيم دون، وركبنا المجموعه بتاعتنا في تصفيات افريقيا.
فاعتقد لا الشناوي ناهيك عن وجود الجماهير، ودي حاجه بالنسبه، خلي بالك الجماهير في مصر طبعا حاجه، ده كبير طبعا، الجماهير في مصر حاجه والجماهير في السعوديه حاجه تانية. لا قدر الله كانت النتيجه هتبقى سلبيه، كانت دي اكتر ناس هتتضرر واكتر ناس هيبقى عليها عبء، عبء انت عارف، مش معايره كوره، انت فاهم قصدي كويس. انا كابتن احمد، الاهلي دايما في الموعد، الاهلي دايما ما بيغزيش الجماهير، وانا لما بديت الحلقه قلت انا العظم، انا التاريخ، انا الحاضر، نادي الاهلي دايما، ويمكن في انديه بتطلع وتعمل بوم وتكسب بطولات وبعد كده تختفي، لكن النادي الاهلي محافظ دايما على السيمتريه دي في تواجده دائما على منصات التنويه. اكيد، وانا معاك تماما. التاريخ ما بيتنحيش، انت ممكن تعمل تاريخ بفلوسك بعد كده، انما التاريخ اللي فات لا يمكن تمحيه باي حال من الاحوال. هو ده الفرق بين النادي الاهلي واي حد. زي ما انت قلت، النسر تالق والنسر تعملق، اعتقد ان النسر حلق عليا في سماء الجوهر المشعب، حلق وتالق ويعني اعتقد ان النتيجه دي نتيجه ايجابيه للنادي الاهلي والمنظومه كلها، مش لحد، المنظومه كلها. بس لازم نشد على ايد اللعيبه دي ونقول لهم احنا نتمنى منكم الاحسن، وان شاء الله ان شاء الله تعملوا لنا نتيجه ايجابيه يوم الاثنين بامر الله. كابتن الكبير كابتن احمد فوزي، حبيب. النجم الكبير ومدرب الحراس القدير، بشكرك شكرا جزيلا.